المستشفى، سنتحدث مع مدير الصحة في جنين، سنتحدث معه الآن لنسمع منه. مرحبا دكتور. تمام دكتور، بس نحكي معك. إذن الدكتور وسام صبيحات مدير الصحة في جنين، نسمع منك شو اللي صار هون وشو اللي بصير استهداف للمستشفيات، سواء مستشفى ابن سينا أو غيرها من المستشفيات في كل اقتحام. يعني اللي صار هون هو جريمة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال، وهو اقتحام أروقة مستشفى، اقتحام أقسام مستشفى، واقتحام غرف المستشفى، الاعتداء على القطاع الطبي، القطاع الصحي، ضرب الممرضة والاعتداء عليها، ومن ثم اختيار ثلاث شبان داخل غرفة المرضى، وأحد الشهداء هو جريح سابق ويعالج في المستشفى منذ أكثر من شهرين، وبكل تأكيد هو يعالج في قسم التأهيل وبحاجة إلى عناية وبحاجة إلى مرافقين، وكان لدي مرافقين في هذه الغرفة، لكن يعني الاحتلال دخل بزي مدني، احتلال دخل بزي نساء، انتحلوا شخصية طبيب وارتدوا المريول الأبيض، انتحلوا شخصية ممرض وارتدوا زي تمريضي، ويعني كان بحوزتهم دمى وبحجة أنه وكأنه يحملوا أطفال، كان عددهم ما يقارب 12 شخص، والحالة الهلع والذعر اللي شكلوها داخل أروقة المستشفى بكل تأكيد كانت كبيرة. ومن هون احنا بنأكد على بيان معالي وزيرة الصحة بضرورة التوجه إلى المؤسسات الحقوقية، المؤسسات الدولية، حقوق الإنسان والمنظمات الدولية جميعها، منظمة الصحة العالمية، للوقوف عند مسؤولياتهم للدفاع عن القطاع الصحي وحماية المرضى داخل أروقة المستشفيات. شكرا لك دكتور وسام صبيحات مدير الصحة في جنين. إذن ما يتحدث به مدير الصحة في جنين أن 12 جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي تخفوا للدخول إلى هذه المستشفى، ويطالب كما طالبت وزيرة الصحة الفلسطينية المؤسسات الحقوقية والأمم المتحدة بوقف انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات التي من المفترض أن تكون أماكن آمنة بعيدة عن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن هذا الأمر حتى أصبح بعيد عمليا يحيى عن فكرة إمكانية تطبيقه. الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات لم تمنع اقتحام مستشفيات في قطاع غزة وقتل مواطنين فلسطينيين في قطاع غزة.